شغلتي بالضبط انا بلشت بيع الخردوات ولوازم بناء والبناء تبع الصحيه وهيك شغلات. بعدين تعلمت لحالي يعني بدون ما حدا يعلمني تصليح الاقفال وانواع الاقفال، حتى اقفال السيارات، اقفال القاصات، كل انواع، كل شيء اسمه قفل بشتغل فيها. الحلو اذا انت بتحب المهنه، اي مهنه اذا بتحبها حلوه، خاصه يوم اللي يجيك شيء مثلا صعب وصاير فيها كثير مشاكل وما يزبط وما لها قطع تبديل، تجي انت هيك من قدام حالك تعمل لك في شغله وتزبط الجهاز هذا. انا مثل ما قلت لك سابقا على خشبة شرك ما بدعس، بيجي يقول لي والله عنا الباب مسكر، ضيعنا المفاتيح، تجي تفتح لنا الباب؟ اقول له لا، انا ما بروح، روح خرب قفلك، خرب تكسر الباب، ايش ما كان بصلح لك، هو جيبه لعندي وتصلح، يرجع مصلح خالص. بالنسبه للقاصات يجي لعندي يقول والله ضيعنا المفتاح والقاصه تبعنا ما عاد يفتح، فيها انما صار كذا، اقول له جيب القاصه لهون وجيب ورقه من جهات الامنيه،